بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه اللقاءات في وقفات مع آيات الصيام مع فضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلة الشيخ صالح، وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سيكون الحديث حول قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فضيلة الشيخ، لو تحدثتم إجمالا عن هذه الآية العظيمة من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الآية ذكرت جملة من صفات المؤمنين والمؤمنات، فلا شك أن المرأة أنها تشارك الرجل في كثير من الأحكام، في الثواب والعقاب والواجبات والمحرمات، ولهذا قرن الله بينهما في هذه الآية الكريمة في أن من عمل بهذه الخصال من ذكر أو أنثى فإن له المغفرة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر لكونه ذكرا أو أنثى. فيجب على المسلم والمسلمة أن يتحلى بهذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فضل الذكر يا شيخ، ولا سيما وأن نودع شهرا عظيما هو شهر رمضان، أن يملأ المسلم وقته بهذا الذكر العظيم الذي له ثمرة عظيمة. قبل الذكر الصائمين والصائمات، نعم، من الخصال التي ذكرها الله في هذه الآية الصيام. نعم. والصيام يشمل صيام الفرض كشهر رمضان وصيام الكفارة، ويشمل صيام النفل، فإنه مشروع للمسلم أيضا أن يصوم تطوعا زيادة على شهر رمضان، يصوم صيام التطوع، وذلك بأن يصوم 6 أيام من شوال، ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم 10 ذي الحجة، ويصوم يوم عرفة إن كان من غير الحجاج، ويصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، وإن صام الشهر المحرم كله فذلك أفضل، ويصوم الأكثر من شهر شعبان. فهذه أنواع من صيام التطوع، فيها توسعة للمسلم في طلب الخير، وإن أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما فهو صيام داود عليه السلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا كله يدخل في قوله تعالى: والصائمين والصائمات. أما الذكر فذكر الله عز وجل حصن للمسلم من الشيطان، وذكر الله عز وجل يحيي القلب، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله جل وعلا يكسب المسلم الثواب العظيم،
قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فمن ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. وذكر الله يكون بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وهو عمل لساني لا يكلف الإنسان، فبإمكانه أن يذكر الله وهو ماشي، وهو جالس، وهو مضطجع على فراشه: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكر الله لا يكلف الإنسان، بل يذكر الله وهو يبيع ويشتري، يذكر الله وهو يحترف ويعمل، يذكر الله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فيكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله ميسر، واللسان لا يتعب من كثرة الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهذا بخلاف الأعمال الأخرى، فإنها تتعب البدن كالصلاة والصيام والحج والجهاد غير ذلك من الأعمال، يحصل فيها تعب على الجسم، لكن اللسان لا يتعب. مهما أكثرت من ذكر الله عز وجل فإنه لا يتعب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره لعباده، مع الفضل العظيم الذي جعله الله في الذكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في مطلع هذه الآية قال الله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفرق بين أفضل الإسلام والإيمان يا شيخ وهذين الوصفين؟ يقول العلماء: إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا صار معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة. فالإسلام هو الأركان الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كما في حديث جبريل. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ذكر جميعا صار للإسلام معنى وللإيمان معنى، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قوله: والقانتين والقانتات، المقصود به؟ القنوت المراد به المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. والصادقين والصادقات، فيما الصدق يشمل الصدق في الأقوال والأعمال والإيمان، والصدق ضد الكذب، فهو يشمل الصدق مع الله والصدق مع الخلق والصدق في النية والقصد والإخلاص لله عز وجل. نعم. وقوله: والصابرين والصابرات. الصبر هو حبس النفس عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، وحبسها كذلك على طاعة الله، وحبسها أيضا عن الجزع والتسخط لأقدار الله. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهي المصائب التي تجري على العبد والمكاره التي تجري على العبد، فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يتسخط. نعم. قوله: والخاشعين والخاشعات. الخشوع هو عمل القلب، وهو الخضوع لله عز وجل، والخوف من الله والخشية
لله عز وجل. نعم، ليس المقصود به خاصة في الصلاة وإنما عام. نعم نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والمتصدقين والمتصدقات، هذا عام يشمل الصدقة الواجبة كالزكاة المفروضة، ويشمل الصدقة المستحبة كسائر التبرعات للمحتاجين والفقراء والمساكين وما فيه مصالح للمسلمين. نعم، تحدثتم عن قوله والصائمين والصائمات، ماذا عن والحافظين فروجهم والحافظات؟ هذا أمر مهم جدا، الحافظين لفروجهم من الفواحش من الزنا واللواط، وحفظ الفروج إنما يكون بتجنب الوسائل التي تفضي إلى الحرام كالنظر إلى ما حرم الله، هذا وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. ولهذا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فغض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج، وإطلاق البصر إلى ما حرم الله يؤدي إلى ضياع الفرج بفعل الفاحشة. كذلك الستر من حفظ الفروج التستر للرجال والنساء وعدم كشف العورات، لأن كشف العورات وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. ومن الستر الواجب المتحتم ستر المرأة لنفسها بالحجاب الذي فرضه الله عليها، وعدم السفور وعدم الظهور بالزينة والتبرج، فإن هذا من وسائل ضياع الفروج، السفور والتبرج وعدم الحجاب هذا من وسائل ضياع الفروج. كذلك اختلاط المرأة بالرجال وخلوة المرأة مع الرجل الذي لا يحل لها، كذلك هذا من أسباب ضياع الفروج والوقوع في الفاحشة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وكذلك لا تسافر المرأة إلا مع محرم، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فكل هذا من وسائل حفظ الفروج. فإذا تعاطى الإنسان هذه الأسباب الحافظة والمانعة فإنه بذلك يحافظ على فرجه، أما إذا تساهل في شيء منها فإن هذا يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الكلمات الطيبات، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. إلى أن نلقاكم مستمعين الكرام على خير في حلقات مقبلة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يغفر لنا الزلل والنقص في هذا الشهر وفي غيره، إنه سميع مجيب، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. إلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.